عندما تدفن جسدي لا تبني أي زخم، وابق يدي في الخارج حتى يعرف العالم أن الشخص الذي انتصر على العالم كله لم يكن في يده شيء وهو يموت. تعلم على يد الفيلسوف أرسطو، عرف معنى الحرب والحياة، وتمنى في آخر لحظات عمره أن يكون ابنا لمزارع بسيط لا ابن حاكم مقدونيا. والبعض ادعى أنه ابن إله، حتى صدق أنه إله بالفعل، وأن الإله اختاره ليكون حاكم العالم. ولما دخل مصر أقنع شعب مصر المتدين أنه ابن الإله آمون. حارب العالم ولم يخسر في حرب واحدة، رغم أنه كان شابا في العشرين. ذاع صيته وانتشر اسمه في كل مكان، تمنى أعداءه النجاة فقط بحياتهم من براثنه، ومن لم تطله يده تمنى أن يغفل عنه. أما المهزومون فكانوا يتحدثون عن سماحته وعفوه. ترك مدنا عديدة حول العالم تشهد باسمه، وتاريخ قائد شجاع حير العلماء والمؤرخين حتى بعد وفاته بآلاف السنين. مقبرته الغامضة هي مرمى كل مهتم بالآثار. البعض قال إنه ذو القرنين، صديق سيدنا إبراهيم، والبعض الآخر قال إنه الإله زيوس الذي رجع عن طريقه ليترك أثرا للعالم. صديقي المشاهد، لو عايز تعرف حكاية الإسكندر الأكبر وتكتشف بنفسك ليه مقبرته بتمثل لغز حير العالم، وتعرف كل الاحتمالات وتشوف بدأت فين وانتهت فين، يبقى لازم تتابع معنا فيديو النهاردة للنهاية. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أيها المواطنون، ولد الإسكندر في صيف عام 356 قبل الميلاد لفيليب الثاني ملك المقدونيين وقتها، وأولومبياس اللي اتجوزها فيليب قبل سنة من حكمه، وكان محل ميلاده مدينة بيلا اللي بقت المركز الرئيسي في مقدونيا في أوائل القرن الرابع قبل الميلاد، وبقت في منزلة القلب السياسي للمملكة. وتعلم الإسكندر من أكبر علماء العصر زي ليونيداس، واحد من أقرباء أولومبياس، ومعلم إغريقي يسمى ليسيماخوس في سنواته الأولى. ولما وصل الإسكندر للعقد الثاني من عمره استعين بالفيلسوف الإغريقي أرسطو، واللي ساهم بشكل كبير جدا في تعزيز نضجه الفكري هو ومجموعة من أصحابه. وعاش التلاميذ ومعلمهم منفصلين عن مدينة بيلا في مكان معروف باسم نيمفايون أو مكان حوريات الماء. واللي زود المعرفة الكاملة للإسكندر بطرق مباشرة أو غير مباشرة هما أبويه، من حيث التدريب البدني وتجهيزه عشان يكون محارب قوي وشجاع. برغم أن وقتها كان الإسكندر بيميل للعلم والفلسفة، إلا أن والده كان عايزه يكون قائد عظيم، ونتيجة للتدريب البدني الجبار ده اتحط الإسكندر في اختبار يحدد قوته، وضعه في ساحة فيها جواد بري أشهر المحاربين والرجال ما عرفوش يروضوه. وبمجرد ما الإسكندر قرب منه في سن 17 سنة قدر أنه يروضه بمنتهى السلاسة، وكان الجواد ده هو شريكه في معظم حروبه اللي خاضها، وأطلق عليه اسم بوسيفالوس، وسافر معاه لنهر السند ومات هناك. ومن ضمن تدريبات اللي خاضها وكان وقتها بعمر 16 عام وتحديدا في 340 قبل الميلاد، هو إن الملك فيليب عينه كخليفة ليه في غيابه، وإنه يدير كافة شؤون البلد السياسية والاقتصادية، وكمان إنه يدافع عنها ضد أي محتل. وبعدها بسنتين في عام 338 قبل الميلاد بقى مؤهل لأنه يكون قائد للجيش بجانب والده الملك فيليب في خيرونايا، واللي انتصر فيها الجيش المقدوني وهزم الإغريق بأقل الخسائر. وفي السنة الثانية من الحرب قرر الملك فيليب أن يتجوز من كليوباترا، واللي تعتبر الزوجة السابعة ليه، وده كان بداية الخلاف ما بين الملك فيليب وابن الإسكندر. فقرر أنه ياخد والدته الملكة أولومبياس من مدينة بيلا ويروحوا ناحية مملكتها الأصلية إيبيروس. وفي أقوال بتقول إن الإسكندر كان بيجهز جيش قوي، وكمان كان مقرب لقلوب الجنود التابعين لأبوه بسبب إن أغلب الوقت كان بيشاركهم السهرات والنقاشات والأكل. وكمان في حربه الأخيرة ضد الإغريق وضع خطط قوية عشان يحافظ على حياة جنوده، فكان الملك فيليب خايف من إن ابنه ينقلب عليه وياخد الحكم لنفسه، فقرروا إنهم يعقدوا معاهدة صلح في عام 336 قبل الميلاد. ورجع الإسكندر هو ووالدته مقدونيا، وفي نفس السنة تم اغتيال الملك فيليب الثاني. وفيها أقوال بتقول إنه تم اغتياله من أحد الجنود المواليين للإسكندر، لكن النقطة دي مفيش عليها أي دليل.
وبما ان الاسكندر الاكبر كان هو الخليفة من بعد والده فكان الحكم ليه، لكن ظهر من افراد عائلته اللي بيخططوا لخطف الحكم والتخلص منه هو ووالدته، وبالذات اخوه غير الشقيق اللي امه كانت بتخطط انه يحكم الدولة برغم انه كان طفل وقتها، لكن بسبب ثقة وحب الجنود ليه فشل مخططهم وتم القبض عليهم ووضعهم في السجن، وتحالف مع اصدقاء والده عشان يحكم اليونان بشكل كامل، وفضل لفترة حكم دامت 13 سنة بانتفاضات في شمال مقدونيا وفي اليونان. وفي سنة 335 كان الجيش بيشن حملة بقيادة الإسكندر اتعرفت باسم ألبانيا، لما استدعي للتعامل مع ثورة قامت في وسط اليونان وتحديدا في طيبة، ولما تم الاستيلاء على طيبة ونهبها قدر الإسكندر ان يعيد السيطرة من جديد، وبعدها بدأ يفكر في مشروع أبوه العظيم وهو التوسع وغزو بلاد فارس. شوف يا صديقي، معظم التحضيرات الأساسية للحملة كانت جاهزة، وبعدها عين الإسكندر أنتيباتروس، واحد من كبار ضباط والده، خليفة ليه بشكل مؤقت أثناء حروبه خارج اليونان، وقاد جيشه المكون من 30,000 من المشاة و5,000 من الخيالة، وعبر بيهم مضيق الدردنيل في ربيع سنة 334 قبل الميلاد. وفي محاولة فك السيطرة الفارسية على آسيا الصغرى حصلت معركة كبيرة عند نهر جرانيكوس، وما كانش الجيش الفارسي داخل الحرب بقيادة ملك فارس بل بقيادة مرازبة الأناضول، وطبعا براعة ودهاء وتخطيط الإسكندر خلى النصر شيء مؤكد ومضمون، ودخل من الباب الكبير إلى الأناضول واستسلمت سارديس أقصى عاصمة فارسية في الغرب، وحرص الإسكندر على وجود السلام في المنطقة طول ما هي تحت سيطرته. وفي خريف سنة 333 قبل الميلاد ساب ضابط تاني من كبار ضباط فيليب هو أنتيغونوس عشان يقود باقي العملية لتعزيز وتقوية السيطرة المقدونية على الأناضول، وتقابل الجيشين من جديد في موقعة إيسوس في شمال سوريا، وكان الجيش الفارسي اللي كان بيقدر قوام قوته ب 600,000 رجل في المواجهة دي بقيادة ملكهم داريوس الثالث، ومع ان الجيش كان مشكوك فيه من حيث ولائهم للحكام ده غير ضعفهم بدنيا وذهنيا جعلهم في اشد مراحل البؤس والمعنويات المنخفضه، فكان قاده الجيش والجيش نفسه مفيش بينهم اي نوع من الثقه برغم ان الفرس كانوا متفوقين على المقدونيين عددا، لكن كتير من الجنود كانوا زي ما قال اريونوس عديم الفائده. المهم يا صديقي ان بعد الانتصار المقدوني في الميدان تمكن داريوس ملك الفرس من الهروب، لكن كل أفراد أسرته وقعوا في الأسر، فعرض عليه الإسكندر أن يفرج على كل أفراد أسرته ويرجعهم قصورهم يعيشوا فيها من تاني، لكن بشرط، وهو أنه يتنازل عن الأراضي الفارسية الموجودة في غرب نهر الفرات، وإذا رفض العرض هيهاجمه ويفتح منطقة سوريا وفلسطين اللي كانوا وقتها لسه تحت الحكم الفارسي. وبعدها استسلمت مدن كتيرة للمقدونيين وبعضها تم السيطرة عليها دون أي صعوبة، ودخلوا حرب على مدينة صور اللي حاكمها كان رافض تسليمها للإسكندر إلا لو قتل، وفعلا دام الحصار لمدة 7 شهور وبعدها تم القبض عليه، لكن الإسكندر قرر يحبسه ويسيب عائلته في قصورهم الملكية، وكان السبب والإصرار الكبير على مدينة صور لأنها كانت موقعا حيويا للسيطرة على القوة البحرية، وبعد ما تمكن الإسكندر وجيشه من فتح صور فضلوا مستمرين ناحية الجنوب وتحديداً لغزة آخر مدينة في جنوب فينيقيا، وكانت محاطة بأسوار محصنة زيها زي مدينة صور، وعشان يستولى عليها بدأ في إنشاء بناء مضاد بارتفاع 250 قدماً 75 متر، وجهز آلات حصار وحفر أنفاق تحت سورها، وبعد ما استولى على المدينة وجد مقاومة شرسة من الشعب فقرر قتل سكانها وأخذ النساء كعبيد، وكمل الإسكندر وجيشه مسيرتهم ناحية أقصى أقاليم الإمبراطورية الفارسية غرباً وهي مصر، وصلوها في أواخر خريف سنة 332، وقتها لم يجد أي مقاومة تذكر من الشعب المصري، والسبب إن حامية الفرس في مصر وقتها بقيادة مازاكس عددهم قليل جداً، والشعب المصري كان مستاء من حكم الفرس، فمازاكس ما كانش مستعد لمقاومة جيش الإسكندر الجبار. زحف الإسكندر بجيشه من غزة على مصر فوصل الحدود المصرية بعد مسيرة 7 أيام وعسكر في بلوز اللي هي الفرمة، مكان الحامية المصرية الواقعة على الحدود وتشرف على الفرع الشرقي للنيل، وكان أسطوله وصل عند مصبه بقيادة أمير البحر هافاستيون. ومن المدهش أن الإسكندر لما وصل إلى مصر ما وجدش أبوابها مفتوحة ليه بس، بل رأى حشود من المصريين يتجمعوا عشان يرحبوا بقدومه،
وكان أول عمل قام به الإسكندر في أرض الكنانة يا صديقي إنه وضع حامية من جنوده في بلوزة، وأمر أسطوله بالصعود في النيل إلى منفى وزحف بجيشه البري ليها، وهناك سلم مزاكس نفسه وسلم كل ما في المدينة من كنوز ومتاع. فاستولى الإسكندر على 800 تالنتا من الذهب وعدد كبير من الأثاث الفاخر، وفضل الإسكندر في منفى لحد ما توج ملكا على مصر في احتفال عظيم قدم في خلاله ضحايا فاخرة للآلهة عامة، كمان قدم قربانا للعجل أبيس، وأقام مباريات رياضية وموسيقية هناك، وأحضر من بلاد الإغريق أشهر المغنيين للمباريات بمناسبة عيد تتويجه فرعونا على مصر. وبكده أظهر الإسكندر نفسه في دور السياسي اللي عايز يكون حلقة وصل ما بين الشرق والغرب. ومش غريب إنه يقيم احتفال تتويجه في منفى، لأنها كانت منذ أقدم العهود المكان المختار لتتويج فرعنة مصر لحد نهاية العهد الفرعوني. وبعد الاحتفال بتتويجه اتجه الإسكندر من منفى في أقصى فروع مصب النيل، ومن هناك اتجه غربا على الشاطئ عشان يشوف جزيرة فارس اللي اشتهرت في شعر هومر وبحيرة مريوط. وفضل الإسكندر شهور مشغول بالمسائل الإدارية، فبدأ يحط خطط عشان يقيم عاصمة جديدة وهي الإسكندرية. وفجأة حس إن الشعب المصري مش متقبل وجوده، وبسبب حبه الشديد لمصر وتحديداً لمدينة الإسكندرية، وإنه كان عايز يكون فرعون مصر وإلهها حتى تخضع عليه مصر كما خضعت للفراعنة اللي سبقوه، قرر إنه يروح ناحية الصحراء الغربية بمسافة 600 كيلومتر وتحديداً ناحية سيوة عشان يستشير عرافة الإله أمون عن الحروب الكبيرة اللي خضها، وهل هيقدر يكمل مسيرة الانتصارات بتاعته ولا هيهزم. العرافة قالت له ادخل المعبد وجوه هتلاقي الإجابة. بعد دخوله للمعبد وخرج قالت له العرافة إنه أبوه هو واحد من أكبر الآلهة، وفعلا لما كان الإسكندر في مقدونيا اتقال إنه ابن للإله زيوس، ولأن الآلهة متشابهة في الحضارة القديمة العرافة قالت له إنه ابن للإله أمون. وقتها أعلن للشعب كلامه وتغيرت طباع الشعب المصري، وبدأ ينال التقدير والحب والاحترام كواحد من أبناء الآلهة المصرية القديمة. وبسبب النبوءة دي قرر إنه يكمل في الحرب، لأن ابن الإله لا يمكن يخسر. وفي رواية أخرى لكاليستينيس عن زيارة الإسكندر لمعبد الإله أمون، لم يسمح الكاهن الأعظم للمعبد إلا للإسكندر وحده بالدخول في المعبد بملابسه العادية، أما أتباعه فحتم عليهم يغيروا ملابسهم ويقفوا خارج المحراب، في حين إن سيدهم قد دخل المحراب ليسمع مصيره. وعندما وقف الإسكندر أمام الباب قابله وحياه قائلا يا بني، وقيل له إن هذه التحية جاءته من قبل الإله، وقد أجاب الإسكندر بقوله إني أتقبل هذا اللقب يا والدي، ومنذ هذه اللحظة سأدعو نفسي ابنك، فهل تمنحني أن أملك الأرض قاطبة؟ ثم دخل الكاهن في المحراب وأدخله فيه معه، ولا نزاع في أن الكاهن خادم الإله كان هو الذي يقوم بدور المترجم، ولكن في هذه المرة تكرم الإله بالكلام. وعندما خاطب الكاهن الأكبر التمثال ووضع له السؤال أعلن التمثال بقوة أنه منحه ما يرجوه. فسأل الإسكندر إذا كان هناك فرد من قتلة والده قد أفلت من العقاب، فصاح الكاهن لا تسب الدين قط، لأنه لا يمكن لبشر أن يأتي شيئا ضد والدك. وعلى إثر ذلك غير صورة السؤال الذي وضعه أولا وقال هل كان قتلة في ليب قد لاقوا عقابهم؟ فأكد له الإله أنهم كلهم قد لاقوا جزاءهم، ثم أضاف أن النصر سيكون له حليفا أمينا في المستقبل كما كان في الماضي. وكان الإسكندر مرتاح البال راضيا بكل ما قيل له، ومن أجل ذلك أغدق على الإله وكهنته هبات فاخرة. وفي ربيع سنة 331 قبل الميلاد رجع الإسكندر لسوريا عشان يكمل غزوه ويقدر يدير الأمور على أفضل وجه. وأغلب المدن اللي سيطر عليها الإسكندر شهدت تطور كبير في العلم والطب والفلسفة، وكمان أغلب الشعوب اللي سيطر عليها بدأ بتجنيدهم في الجيش المقدوني، ورجع يكمل طريقه لبلاد ما بين النهرين. وبعد ما عدى نهري دجلة والفرات دون أي مقاومة بدأ يريح الجنود عشان يستعدوا للمعركة الجاية واللي كانت ضد الفرس. وقتها الفرس كانوا مستعدين جدا للحرب، فكانت معنويات الجيش الفارسي مليئة بالانتقام. وحصلت المعركة في الخريف عند جوجاميلا في شمال ما بين النهرين. تفاجأ الإسكندر بعددهم واللي كان بمثابة 6 أضعاف عدد جيشه، فقرر إنه يغير الخطة بشكل كامل، وهو إن المحاربين الأقوياء
يلتف حوالين الجبال ويسيب الجنود المرتزقة في المقدمة، بحيث أنه يهجم الجنود الأقوياء بعد ما يكونوا خرجوا برا حصنهم واستنفذوا قوتهم. وفعلا نجحت الخطة وانتصر في المعركة. وعلى الرغم من فرار الملك داريوس مرة تانية، إلا أن الجيش المقدوني ضمن الكنوز الفارسية الموجودة في المدينة القريبة من ساحة المعركة، وفتح طريق عبر بلاد ما بين النهرين وطريق تاني للعاصمتين الفارسيتين في شرق دجلة، واستسلمت بابل وشوشان. وهنا يا صديقي بدأ الإسكندر أنه يعيد هيكلة الجيش من جديد، وكان عارف أن جيشه مش هيقدر يدخل حرب تانية، فاستعان بجنود تانيين من مقدونيا وبدأ يضربهم بطريقة مختلفة بعد ما فهم اسلوب الحرب اللي بيعتمدوا الفرسة. وبعد ما أصبح كل شيء جاهز من تاني، وفي فترة زمنية بسيطة اتجه الإسكندر ناحية الجنوب الشرقي في اتجاه العاصمتين الفارسيتين تخت جمشيد وبصر جاد، وكان بيقوم على حماية الأولى مرزبان وتحت إيده 40,000 من المشاة. أما بصر جاد فما كانش فيها القوة الكافية، فكان من السهل السيطرة عليها، وحصلت المعركة ما بين الإسكندر وما بين مرزبان جمشيد، والاثنين في حالة من الحماس والغضب. استمرت المعركة لأيام. في الليلة الأولى بعض المصادر أكدت أن الإسكندر كان على وشك الموت هو وجنوده، فأمر قائد الفرس أنهم يخرجوا كل الجنود عشان ينتقموا من الإسكندر وجيشه. وأول ما ده حصل بدأ الإسكندر يهرب إلى مؤخرة الجيش. ظن الجنود الفارسيين أنهم انتصروا، لكن تفاجؤوا بانقسام الجيش المقدوني من جهتين، الأمام بقيادة 3 من الجنود الكبار في الجيش، ومن الخلف الإسكندر الأكبر من جيش تاني، وتمثيله أنه ضعف وقرب من الموت ما هي إلا خدعة قام بيها. وقتها الجنود في الجيش الفارسي رموا الأسلحة وأعلنوا استسلامهم، وتم قتل قائدهم، وحاصر الإسكندر على المدينتين وعلى ثروة طائلة على هيئة كنوز. وبعد ما وصل لمركز السلطة الفارسية، قام الإسكندر بإعلان انتزاعه عرش الأسرة المالكة الأخمينية في بلاد فارس، وفي تخت جمشيد أعفى الفرقة الإغريقية من المشاركة في الحروب وإنهم يرجعوا بيوتهم. وبعدها حرق المدينة، وكانت الحادثة الأولى من نوعها إن الإسكندر يدخل مدينة ويحرقها. بعدها بدأ الإسكندر إنه يطارد داريوس، وراح بعدد قليل من الجيش المتبقي لاتجاه الشمال ناحية مدينة ميديا. لما وصل ليه أخبار إن داريوس عدى من بوابات قزوين وفي طريقه للأقاليم الشرقية للإمبراطورية الفارسية، ولما وصل الإسكندر وجيشه لمنطقة قزوين اكتشفوا إن داريوس اتقتل على إيد مجموعة من أصحابه اللي هربوا معاه. وبدأ الإسكندر يكمل طريقه الطويل عشان يفتح باقي المدن الصغيرة اللي ما زالت تابعة للفرس في عام 330 قبل الميلاد. وأخيرا قرر الإسكندر أنه يتزوج من رخسانة ابنة وخش أراد، أحد أكبر الأعيان في مدينة سقديانة، عشان تكون زوجته الأولى. وكانت رخسانة بجانب زوجة وخش أراد وبناته الاثنين، وقعوا كأسرى في حصار ناجح من الإسكندر على مدينة سقديانة. وقرر أنه يتزوج من الإبنة ويكسب دعم والدها، وأنه يدير أعماله بشكل كامل دون التعرض لضرائب أو مضايقات. ويقال إنها كانت تاني أجمل امرأة في أسيا كلها، وما كانش في أجمل منها إلا زوجة داريوس الثالث، وإن الإسكندر وقع في غرامها من أول نظرة. بعد استقرار استمر لسنوات قليلة، قرر مجموعة من المقدونيين أنهم يتأمروا على الإسكندر والعائلة المالكة بقيادة بارمينيون، واحد من كبار الضباط والشخص اللي اختاروا فيليب زمان عشان يقود القوات المقدونية للتوسع ناحية أسيا الصغرى في عام 337 قبل الميلاد. وصل للإسكندر كل التفاصيل عن المؤامرة ضده، فقبض عليهم وعرف من فيلوتاس ابن بارمينيون انه كان يعرف بمخطط الانقلاب، ورفض انه يقول للإسكندر برغم ان فيه صداقة جمعتهم، وانه رفض يشترك معهم في المؤامرة. لكن في النهاية القضاة اثبتوا تورطه بشكل غير مباشر عن طريق الكتمان، وتم الحكم بالاعدام رميا بالرماح على فيلوتاس وبارمينيون وكل المتآمرين. وبعد فترة قصيرة قدر الإسكندر أن يدير كل الأماكن اللي سيطر عليها في بلاد الفرس أو مصر أو اليونان. بعدها بدأ يفكر أنه يروح ناحية الشرق للهند تحديدا، لكن قبلها بدأ يهتم بالمستعمرات الموجودة في بلاد الفرس، ويعمل مدن جديدة ومستوطنات جديدة تحمل اسم الإسكندر أو الإسكندرية. والمدن دي كانت فرادا وهيرات وقندهار وغزني وميرف وترمز، وعلى جبال هندوكوش وعلى نهر سيحون. وأعيد تأسيس مدينة بختره باسم الإسكندرية برضو. وفي صيف 327 قبل الميلاد قرر أنه يبدأ في الحرب على الهند،
اللي استمرت خلال عام كامل، وقدر الإسكندر أن يهزم ملك الهند بوروس سنة 326. وبدأ الإسكندر أن يدرب الجنود الأسيويين، وشاف أنهم مناسبين جدا يكونوا جيشه الجديد، ودرب حوالي 30,000 شاب أسيوي يتراوح عمرهم ما بين 16 لـ 27، وأمر جنود المقدونيين اللي كبروا أنهم يرجعوا بلادهم، وسرح عدد كبير منهم. طبعا الأمر ده أثار استياء وغضب الجنود، فقالوا الأفضل أن يسرح جيشه كله ويحارب مع أبوه الجديد الإله أمون. وصلت التصريحات دي للشعب المصري، وإن الإسكندر إزاي يسمح بأهانة إلههم المقدس؟ فكان أول رد للإسكندر هو إنه أمر باعتقالهم، وقتل كبار المتمردين أمام عين الجميع، وألقى في باقي الجنود خطاب مليء بالغضب، وإنه يهمه مصلحة أبناء بلدته، وعشان كده قرار تسريحهم ما هو إلا إن يبعدهم عن الحرب، عشان يقدروا يعيشوا حياة هادئة مع أسرهم، وأنهى خطابه بكلمة انصرفوا. وقتها باقي المحاربين ندموا وطلبوا من ملكهم انهم يسامحهم، فعفى عنهم وعطى ليهم كنوز كبيره عشان يرجعوا لاسرهم ويعيشوا حياه مثاليه. وتم عوده حوالي 10,000 محارب تحت ايد احدى كبار الضباط وهو كيراتيروس. فضلت توسعات الاسكندر تكبر، ووصل عدد المدن اللي بناها باسم الاسكندريه لاكثر من 20 مدينه. وفجاه وهو قريب من النصر بيقال انه شاف طفل حاول الجنود قتله وهو بيحاربهم وحده في الساحه، واهل قريته خايفين من انهم يخرجوا يساعدوه. لكن لما بحثنا عن المعلومه دي كانت شبه غلط، وان الاسكندر هو نفسه اللي قرر انه يوقف حروب، وتحديدا بعد ما قتل صديقه هافايستيون، وبدا يدخل في دوامه كبيره من الاسئله الفلسفيه الوجوديه، وانه ليه اصلا بيعمل كل ده. فضل حابس نفسه في قصره بيراجع تعليم معلمه ارسطو، وعلى حسب ما ذكر في كتاب مذكرات الإسكندر الأكبر للكاتب اليوناني نستور ماتساس، في آخر أيام الإسكندر ما كانش فيه أي حد جنبه غير أم داريوس، عدوه اللدود اللي هرب منه أكتر من مرة، الوحيدة اللي كانت معاه وبتبكي لأجل حالته، وسبب حبها الكبير ليه هو إنه عاملها كالملكات حتى بعد خسرته. وفي مرة قال ليها إنها أمه الثانية. ومات الإسكندر وهو غارق في الاكتئاب في ربيع 323 قبل الميلاد، قبل دخوله لعيد ميلاده 33. بعد وفاة الإسكندر الأكبر في بابل العراق، حصل صراع كبير على نقل جثمانه ما بين بيردكاس وبطليموس وسلوقس. وعلى حسب ما تم ذكره من المؤرخ نيكولاس ساندرز، وقررت أسرته أنه يندفن ببلدة في إيجا، مدينة فيرغينا حالياً باليونان. وبعد بحث وتنقيب تفاجأوا بوجود تحليلات جديدة لعظام موجودة في المقبرة المقدونية، لكن كان في إصابة في الركبة، وواضح إنها كانت إصابة قوية أدت لعرج ملحوظ أو شلل لصاحبها. والأبحاث رجحت بشكل كبير إنها مش للإسكندر، بل إنها لوالده الملك فيليب الثاني، ولسه بيتعمل دراسات على الهيكل العظمي. وبرغم كده إلا إن بعض العلماء الخبراء في الشؤون اليونانية القديمة أعلنت عدم صحة الاكتشاف ده، وإن في دراسات جديدة بتقول كلام غير ده تماماً. جريدة Proceedings of the National Academy of Sciences بتاريخ 20 يوليو 2015 من الباحث في جامعة أرسطو في اليونان تيودور أنتيكاس إن قصة الملك فيليب مرت بكتير من التقلبات، وإن في عام 336 قبل الميلاد اغتيل على يد أحد حراسه، وكانت الدوافع لاغتياله مش واضحة، ده غير إن بعض المؤرخين كتبوا إنه كان انتقام من زوجته وابنه بسبب زواجه من كليوباترا زي ما ذكرنا فوق. أياً كان السبب وراء القتل، ففي أقوال بتقول إن دفن في الصحراء عشان عملية الانتقام تكمل، وإن أولومبياس أم الإسكندر الأكبر قتلت ابن الملك المولود من كليوباترا وأجبرتها تشنق نفسها. لكن مفيش دليل أو مصدر يحدد إن العظام دي للملك فيليب الثاني، وبكده يبقى الاحتمال ده بعيد تماماً عن مقبرة الإسكندر. الاحتمال الثاني إن ممكن يكون مدفون في واحدة من المدن اللي شيدها، وعشان كده عملنا بحث عميق عن مدينة ألكسندروبوليس ميديكا ومدينة سميرنا في دولة تركيا اللي كان فيها بعض أثار للحضارة اليونانية، ومدينة نيكفوريون في سوريا والمعروفة حاليا بمدينة الرقة، ومدينة جرش في الأردن. ولكن ما كانش فيه أي مصدر أو دليل على إن الإسكندر سافر لهناك من الأساس في آخر أيام حياته. أما في العراق فالإسكندر أسس 3 مدن حملت اسمه زي مدينة الإسكندرية في سوزانا، سميت بعدين بخراكس، والإسكندرية المعروفة اليوم باسم مقدونيا، ويعتقد أنها في محيط مدينة أربيل، والإسكندرية المعروفة باسم قناة بالاكوباس وفي القرب من بابل. وكتير من المصادر بتقول إنه فعلا مدفون في بابل لأنه مات فيها، لكن لحد وقتنا هذا
مفيش أي دليل على إنه موجود فعلاً. أما في إيران مركز الإمبراطورية الفارسية، فبان فيها الإسكندرية كيرمانيا، واللي يحتمل أنها مدينة جولاشكرد واللي اسمها النهاردة فارياب، ومدينة سنباد والمعروفة في الوقت الحالي باسم مشهد في محافظة خراسان رادوي، ومدينة ألكسندروبوليس في مملكة بارثيا ومكانها الحالي غير معروف. وفي دولة أفغانستان أسس الإسكندر مدن زي الإسكندرية أريانا تسمى اليوم هيرات، والإسكندرية بروفازيا، ومن المحتمل أنها مدينة فراه، والإسكندرية أراكوزيا واللي معروفة اليوم باسم قندهار، والإسكندرية سكستين اللي قريبة من زرنج، والإسكندرية القوقاز تسمى اليوم بغرام، والإسكندرية أوكسوس أو الإسكندرية أوكسيانا لكن موقعها غير معروف. وفي دولة باكستان أسس الإسكندرية نيقية والإسكندرية بوسيفالوس في مكان ولاية البنجاب، والإسكندرية على نهر أسيسنز ويسمى اليوم بنهر تشيناب، والإسكندرية على نهر السند وتقريبا هي مدينة أوتش الحالية، والإسكندرية سغدوي على نهر السند وغير معروف موقعها حاليا، والإسكندرية أوريتاي أو الإسكندرية ريمباشيا ربما هي مدينة بيلا اليوم. وفي دولة الهند أسس الإسكندرية هيفيسيس في البنجاب واللي مكانها على الضفة الغربية لنهر بيس. كل الدول دي باستثناء العراق بنى الإسكندر فيها مدن كبيرة حملت اسمه، لكن في وفاته ما سافرش لأي دولة منهم، ويفضل الاحتمال الأكبر لمقبرة الإسكندر فيما بينهم كلهم هي دولة العراق. لكن في احتمال ثالث، بيقول المؤرخ المعروف باسم كاليسثينس المزيف واللي يعتبر أحد فلاسفة وعلماء الإسكندرية واللي كتب سيرة الإسكندر الإسطورية عام 300 ميلادية، أن الإسكندر تعرض لمؤامرة قتل بالسم، وحصل ده في مدينة بابل. قوات الإسكندر قالت بالحرف إن هناك وحياً ونبوءة في بابل للإله زيوس، ومنها سنتسلم نبوءة تقرر أين سندفن الإسكندر. وكان الوحي قد سئل وأجيب في معبد زيوس بالكلمات التالية: إنني سأقول لكم ما هو الصالح العام. هناك توجد مدينة في مصر تسمى منفى، وهناك يجب أن يدفن ويعتلي عرشه. وشال بطليموس تابوت مصنوع من الرصاص جوه جثمان الإسكندر، وتحرك الموكب من بابل إلى مصر. وكانت مدينة منفى موجودة في جنوب القاهرة، وتأسست عام 3200 قبل الميلاد، واللي حاليا معروفة باسم مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة. ولكن كان في مفاجأة كبيرة، وهي رفض كبير كهنة منفى دفن الإسكندر في مدينتهم، وقال ليهم كبيرهم ادفنوه في المدينة اللي أسسها هو بنفسه في ضاحية رافودة، ودي تعتبر قريبة من إحدى موانئ الإسكندرية المعروفة باسم ميناء رافودة القديم، وده لأن المدينة اللي هيندفن فيها هتكون عرضة للاضطرابات في المعارك والحروب. وقاد بطليموس الموكب للإسكندرية وأنشأ قبرا في المعبد الرئيسي اللي كان يسمى سوما الإسكندرية، وهناك تم دفن جثمان الإسكندر. لكن في بعض المصادر البريطانية بتقول إن أغسطس قيصر لما راح لمصر عشان يزور قبر الإسكندر ووضع بعض الزهور على قبره، وكان ده في عام 323 قبل الميلاد، لكن ما حددش بالظبط في أي مكان سافر لمصر. في عام 199 بعد الميلاد زار سيبتيموس سيفيروس المقبرة في الإسكندرية وأمر بإغلاقها تماماً عشان يوقف النهب والسرقة المستمرة للمقبرة. في عام 215 بعد الميلاد تم نقل العناصر الثمينة من قبر الإسكندر عن طريق كاركلا اللي شال سترة الإسكندر وخاتمه وحزامه وبعض المجوهرات، وشالها في التابوت تاني وأخفاه تماماً. وفي عام 356 ميلادية حصل تسونامي قوي في مدينة الإسكندرية بعد سلسلة من الزلازل، وده أدى لارتفاع منسوب مياه البحر، وتسببت مياه دلتا النيل في غرق الإسكندرية ببطء بحوالي 12 قدم من عهد الإسكندر. ومع بداية القرن الرابع الميلادي اختفى أثره تماماً، ومفيش أي حاجة تدل على وجوده أو إنه غرق في مدينة الإسكندرية القديمة. وإن بعض المؤرخين زي ابن الحكم المسعودي وليون الإفريقي ما بين القرنين الخمستاشر والسبعتاشر قالوا إنهم شافوا قبر الإسكندر، وفيه روايات تانية قديمة بتشير إنه مدفون في سرداب تحت كنيسة مسيحية قديمة في مدينة الإسكندرية، أو إنه مدفون في شارع النبي دانيال. ودي الرواية اللي بتقول إن الإسكندر اندفن في الإسكندرية، ولكن في رواية تانية خالص بتقول غير كده. بعض الروايات التانية بتقول إن لما بطليموس حكم مصر قرر إنه ينفذ وصية الإسكندر، واللي هي إنه يتحنط جسمه ويتدفن في معبد آمون بواحد سيوة، وده أول مكان يزوره بعد ما غزا مصر. وفي أقوال تانية زي إن الإسكندر توفى في رحلة من رحلاته لواحد سيوة،
وتم دفنه بنفس نهج ملوك المصريين القدماء، ووضع جثمانه في معبد آمون، وده اللي موجود في كتاب مقبرة الإسكندر الأكبر في واحة سيوة للباحثة ليانا سوفالتزي. لحد دلوقتي تعتبر مقبرة الإسكندر من أكثر الأماكن اللي عليها علامات استفهام كبيرة، وإنها من الألغاز اللي حيرت علماء التاريخ والأثار، واكتشافها يعتبر حدث عظيم وممكن يكون فيه سر يغير العالم بشكل جغرافي أو يغير التاريخ بشكل حضاري. وبكده تكون خلصت حلقتنا، هستنى رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تقولوا عاوزين مواضيع إيه نعرضها في القناة، وتشوفوا المواضيع اللي فاتت واللي جاية، وتعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس. سلام.